نعم عبدو، ارتقاء شهيدين وإصابة 7 آخرين جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة يقودها انتحارية. طبعا المعلومات تشير إلى نوع السيارة، هي نوع جيب دفع رباعي محملة بكمية كبيرة من المتفجرات كان يقودها انتحاري. نعم عبدو. هل عرف تحديدا تقديريا، دعني أقول، كمية المتفجرات التي كانت موجودة داخل السيارات، أم أن الموضوع يحتاج إلى وقت؟ حتى الآن لم يتحدث من أي مصدر رسمي تحديد كمية المتفجرات المستخدمة ونوعها في مكان التفجير. طبعا التفجير خلف أضرار مادية كبيرة في المكان. هذا التفجير يأتي بعد سلسلة من التفجيرات التي ضربت حي الزهراء، وكان آخر تفجير في الشهر الثاني من هذا العام، والذي ارتفع. طبعا هذه التفجيرات كانت تستهدف الأحياء الآمنة في مدينة حمص. قامت الجهات الأمنية باستخدام إجراء العديد من الإجراءات التي منعت من دخول السيارات المفخخة إلى مدينة حمص. طبعا موقع التفجير هو من الجهة الغربية لحي الزهراء، من جهة حي باب تدمور. نعم عبدو.